رجل الأعمال المعروف يجب القول عماد الحمي، ونلتقي معك اليوم بصفتك مؤسس ومشارك في مشروع جديد هو الحاضنة التكنولوجية الجديدة المسمى تكوين لابس 2014، وأنت أيضا مؤسس شركة بابكم سنتر للخدمات. حدثنا بداية عن الحاضنة الجديدة تكوين لابس 2014. مرحبا فيك أول شيء. خلينا نقول أول شيء بابكم سنترز قامت لهدف معين، لتعطي مجالات عمل لشبابنا وصبيانا في الشمال وحتى في الجنوب السوري. الحمد لله اليوم نجحنا نوصل ل 1700 شخص بيشتغلوا في الشركة بين الشمال وبين الجنوب. يعني المشروع الجديد هو مرحلة متقدمة. فالمشروع الجديد هو مش أماكن عمل بس، اللي أهم بالنسبة لنا اليوم إنه نطور المبادرات العربية الموجودة اللي حسب رأيي فيش لهم مجالات كافية إنه نقدر نطورهم، نقدر نوصلهم لإكزيت عربي. إكزيت عربي اللي هو معناه إنه توصل في الشركة لوضع اللي تقدر تبيع الشركة أو تعملها شركة كبيرة، زي ما عملوا شركات إسرائيلية كثيرة زي ويز وغيرها. فاللي بحب أقوله في الأول إنه المعلومات اللي احنا بنعرفها طبعا انه المبادرات الاسرائيليه واليهوديه، واحنا بنحكي عن المبادرات الاسرائيليه واليهوديه لان العرب ما لهم خص فيها، ان يعدوا من اهم المبادرات الموجوده في العالم اليوم. يعني الستارت اب الاسرائيلي بسموهم في العالم امه الاختراعات، الشعب اليهودي، لانه عندهم اكبر نسبه اختراعات موجوده في العالم. أو مثل النفط والإمكانيات والطاقات البشرية. طبعاً إحنا الطاقات البشرية موجودة عندنا، بس مش موجودة عندنا الاختراعات الكافية اللي نقدر نوصلها لشركة كبيرة وشركة اللي لها مكانها في العالم. فاللي بنقدر نقوله إنه اليوم إسرائيل تعد نمرة 2 كمية في العالم في نسبة الاختراعات بعد أمريكا، خصوصاً في أمور الهاي تك والانترنت والموبايل ابلكيشن، ونمره 1 في العالم بالنسبه لنسبتها كعدد سكان، هي كنسبه اعلى نسبه موجوده في العالم. عرب اسرائيل 20% من الدول حتى 21%. زياده لازم يكون لنا حصه في الموضوع، وللاسف فيش لنا حصه، حتى فيش لنا حصه بتاتا في الموضوع، لانه فيش عندنا اختراعات اللي وصلت زي ما وصلوا الويز ووصلوا غيرها. يعني هذا المشروع اجى حتى يوسع الحصه ويكبرها، او على الاقل يبدا بجزء محترم. الشيء الحلو انه في عندنا افكار حلوه، في عندنا شباب ممتازين، في عندنا افكار، في عندنا اذكياء، في عندنا شباب متعلمين، في عندنا شباب طموحين، اللي كل لازم نعطيهم اياهم الفرصه المضبوطه، الفرصه الذهبيه انه يقدروا يلاقوا حالهم في أفكار الموجودة ونعطيهم مجالات ليقدروا يتوسعوا فيها. فإجت الفكرة، فكرة تكوين لدعم هاي الشباب، اللي ندعمهم ماديا بس ندعمهم أكثر خلال حاضنة اللي مستوعبهم، ونعطيهم كل المجالات والإمكانيات الممكنة عشان يقدروا يتوسعوا وينجحوا في افكار الموجوده عندهم. الافكار هاي شو اهدافها؟ يعني باي مجالات تحديدا؟ يعني مش في كل شيء، مش في الاغذيه طبعا. لا، احنا اخترنا في الهاي تك، اخترنا الانترنت، المضامين في الانترنت، والموبايل ابلكيشن اللي هي الهواتف الخلويه، الهواتف الخلويه طبعا، لانه اليوم هذا اكثر مجال بتوسع في العالم. صحيح. حتى في الدول العربيه، لانه احنا اللي لقيناه اليوم انه اذا بنحكي على العالم العربي، لانه احنا بدنا شبابنا العربي ونتخصص اكثر في العالم العربي، في السوق العربي. الدول العربيه اليوم تحتوي على تقريبا 350 مليون عربي. للاسف المضامين في
في الأطارين العربية مواقع. والمواقع العربية هي فقيرة جدا. يعني إذا بعطيك مثل في أمريكا لكل ثلاث جولشيم اللي هن متصفحين في عندي الموقع مضمون واحد. في العالم كله لكل 10 متصفحين في موقع مضامين واحد. في الدول العربية لكل 350 متصفح في موقع واحد. يعني السوق مفتوحة. السوق مفتوحة، هذا ما يدل على انه في فقر كبير جدا من ناحية المضامين اللي لازم تكون في العالم العربي. يعني السوق هون بتبين سهلة ومتاحة يعني. طبعا السوق، السوق مفتوح. وحسب رأيي عرب إسرائيل، عرب الداخل هون لأن مكان خاص لهذا الموضوع اللي بيقدروا يطوروا ويوسعوا ويساعدوا في الانفتاح في العالم العربي. المشروع اللي بتقوموا فيه وهو مشروع مبارك، يعني هو عبارة عن مكون من مستثمرين عرب من الداخل، يهود وحتى أمريكيين. يعني هل وبما أن السوق أو جمهور الهدف هو العالم العربي بمئات الملايين، هل يمكن أن تنشأ فرصة أو إمكانية لتعاون مع مستثمرين من العالم العربي نفسه يعني، والإمكانيات هناك يعني ضخمة وهائلة؟ حسب رأيي ممكن. اليوم تكوين صندوق الاستثمار فيها الهدف تبعنا وصلوا ل 20 مليون دولار. أول استثمار هو 4.5 مليون. بداية 4.5 مليون، أربعة من ضمن 20 مليون. من ضمن 20 في عندنا صار في تخيفيات ل 10 التزامات لمستثمرين في حوالي 10 مليون. الحلو فيه انه نص من رجال اعمال عرب من الداخل وممكن يكون كمان من الخارج. هل يمكن ان يتسع هذا النطاق؟ طبعا هذا اول شيء الاستثمار نفسه ل 20 مليون، الهدف انه خلال سنه نوصل ل 20 مليون. وفي المجال اللي وراه طبعا بنقدر نكبر اكثر من هيك، لانه الهدف انه ما يكونش عندنا حاضنه واحده بس، احنا بدنا يكون عندنا عده حاضنات، لانه حاضنه واحده ممكن في خلال 4 سنين او 5 سنين نستوعب بين 30 ل 40 مبادر اللي يكونوا فيهن واللي نقدر نطورهن. ولقدام طبعا في حاجه لاكثر بكثير من هيك، يعني وسطنا العربي الحمد لله وممكن توصل مئات. يعني عندنا اليوم شبابنا واللي عم بتعلموا في مجالات الهندسه وتعلموا مجالات كثير كبيره تكنولوجيه جديده في الجامعات وفي التخنين وفي غيرها، فعندهم قابليه لانك توسع المجال اكثر واكثر. وطبعا اللي بيشتغلوا في مجال الهايتك اليوم صار عندنا نسبة ممكن بعدها ضئيلة جدا بالنسبة لعدد بالنسبة لنسبتنا في الدولة، احنا بدل ما نكون 20% من المهندسين في الهايتك في اسرائيل احنا بعدنا 2%. فعندنا مجال كبير نتوسع فيه، بس اللي بيتعلموا واللي بيشتغلوا في مجال الهايتك هم عندهم قابلية أكثر شيء إنه يعملوا مبادرات يعملوا مشاريع اللي بتوافق تتفق مع مجالنا اللي احنا اخترناه. ولذلك بدي اسالك يعني الاستثمار المالي غير محدود ويمكن ضمانه يعني بطرق مختلفه والمجال مفتوح، لكن الاحتياطي العلمي ناحيه كوادر وطاقات مهندسين وخبراء، حسب الدراسه اللي اجريتوها استعدادا لهذا المشروع، هل ضمنتم او تضمنون توفر هذه الطاقات والكوادر خصوصا من المجتمع العربي في الداخل؟ اللي بقدر اقوله انه في انفتاح كثير كبير في وسطنا العربي في هذا المجال. لحد اليوم تقصد اقبال على هذا المجال؟ مش بس اقبال على المجال، افكار موجوده جديده لشبابنا وصبايانا العرب. يعني لحد اليوم تكوين صارت شايفة حوالي 100 فكرة ومشروع لمبادرين، طبعا مش كلهم بيلايموا يفوتوا على الحاضنة تبعتنا، على الأقل 2 أو 3 من ممكن يكونوا اليوم عم نبحث مع الموضوع إنه نقدر نستقبلهم. كل مبادر بفوت عنا على الحاضنة أول شيء بنقدر في
الاستثمار اللي ممكن نحطه في الشركة في المرحلة الأولى تقريبا 150 ألف دولار، وإذا وصل للنتائج اللي احنا اتفقنا عليها خلال سنة ممكن نوصل مليون دولار كمان في المرحلة الثانية، وإذا طبعا اتطور أكثر أكثر وصل للمرحلة العليا ممكن نحصل له كمان كذا مليون دولار حسب الحاجة، لأنه الهدف تبعنا إنه نوصله لمرحلة شركة اللي بتشتغل كشركة كبيرة وممكن يكون عليها طلب لشراء من شركات كبيرة زي شركات جوجل وأي أو إل ومايكروسوفت وغيرها زي ما موجودة في الوسط الإسرائيلي. يعني في هذا المشوار اللي هو يعني مشوار مهم علميا ومن ناحية المجتمع، يبدو لي إنه القطاع الخاص وأنتم تنتمون إلى القطاع الخاص يبدو أنشط وأكثر غيرة عليه من القطاع العام اللي هو القطاع الحكومي. إلى أي حد يمكن أن تحتاجوا أو تحتاجون عامة لمؤازرة لسند من القطاع العام من الحكومة؟ احنا بنينا تكوين بدون حاجة للحكومة، احنا بنيناها كشركة خاصة، وبهمنا جدا انه المستثمرين كمان يكونوا من القطاع الخاص لسبب واحد، لانه اول شيء احنا اكثر ناس بهمنا الموضوع، واحنا وهذا ما قلته انكم اكثر جايين من غيري على شبابنا وعلى المجتمع، وهذا هو اللي بهمنا، واحنا بنعرف شو القدرات الموجوده وبنعرف شو المطلوب وبنعرف شو اللي ناقص وبهمنا انه نطوره. فحسب رايي القطاع الخاص عاده هو بيكون اكثر قطاع اللي بيهتم في الامور من وجع موجود عنده وغيرته على النقص الموجود عنده. ما في إمكانية أو فرص لتقاطع لتلاقي بين القطاع الخاص والقطاع العام؟ أنتم تحتاجون، هم يحتاجون نوع من التنسيق، المساعدة، المؤازرة؟ لحد اليوم ما فكرناش الموضوع هذا، مش بحاجة له، احنا بدناش كل تعاملنا اليوم بس هو مع القطاع الخاص. في طبعا مساعدات ممكن نشتغل مع حضانات تانية، مع مثلا في حاضنة ماسكك في النصر اللي حاضنة اللي بتهيئ الجو كمان للمبادرين العرب اللي وهذا كان سؤالي تاني يعني. طبعا فممكن بعد نجاح شباب فيها اللي احنا طبعا نستثمر فيهن ونفوتن الحاضنة عندنا ويكملوا الطريق عندنا، فهي واحد من الاشياء في تكامل بين المشاريع الموجودة. فالهدف تبعنا نلاقي طبعا نقطة الالتقاء بين مشروع موجود وبين اللي احنا بنعمله وكيف نكمل بعض، وهذا الهدف تبعنا. مقر المشروع الجديد هو في حيفا، لماذا حيفا بالذات؟ حيفا لعدة أسباب. في أول شيء طبعا الشمال، احنا عم نحكي على الشمال، فالناصرة وحيفا كمان اثنين الشمال، اثنين حيفا قريبة كمان على الجامعات، واحنا بيهمنا القرب تبع الجامعات لأنه احنا بنشتغل مع التخنية ونشتغل مع جامعة حيفا، بيهمنا القرب منهم. من ناحية ثانية كمان بيهمنا نكون قريبين على محطة الترين الموجودة اللي في أشخاص اللي بدهم يجوا من المركز اللي يساعدوا، في عنا عدة شخصيات كبيرة اللي بدها تيجي تساعد شبابنا العرب ويعطوهم الدعم ويعطوهم المساعدة ويعطوهم التكنولوجيا المضبوطة ويكونوا منتورز لهاي الشباب المبادرين اللي تكون غاد. فالموقع هو موقع في المرحلة الأولى موقع منيح لنا ومنيح لشبابنا، والهدف إنه يكون الملتقى هناك. يعني بدعمل تبادل الأدوار بيني وبينك، كنت بدي أختم في إنه أنا أوجه كلمة أو نداء لشبابنا وشاباتنا العرب أمام هذا المشروع الضخم والمبارك، هل من كلمة توجهها إلى طلابنا وشبابنا حتى يمشوا بيسيروا في هذا الدرب؟ أهم شيء اللي أنا دائما بحكي عليه هو الحلم تبعنا. أنا اللي بقوله شبابنا وصبايانا ما تخافوش تحلموا،
وما تخافوش تحلموا في كبير، لانه كل شيء بيبدا في حلم، كل شيء بيبدا في فكره اللي هي مبنيه من تفكير في مخنا. فللاسف احنا مرات بنقيد حالنا في افكارنا، بنقيد حالنا في احلامنا. بقولوا اذا بتقدر تحلم الاشي ممكن تعمله، بس اذا ما بتحلمه ما بتعمله. فاهم شيء انه نفتح مخنا للاحلام الكبيره، ما نخافش انه نحلم، ما نخافش انه نفكر، ما نخافش انه نفكر في مش بس في مجال محلي بل في مجال عالمي. يعني ممكن نوصل في افكارنا لكل محل، الافكار هي مقيده حسب تفكيرنا وحسب قديش جرأتنا في الحلم تبعنا. فاللي بتمناه ان يكون عندنا الشباب اللي هن جرئين في الحلم تبعهم، اللي يقدروا يحلموا في كبير ويفكروا في كبير، لانه بس ساعتها ممكن تبدا الفكره تصير مضبوطه وتوصل لوضع احسن ما احنا فيه اليوم. والاحلام لا تعرف الحدود، وحين يصبح الحلم حقيقة فهذا ضمان لتقدم المجتمع. رجل الأعمال المعروف عماد الحمي، أشكرك وأتمنى لك ولكل من يؤازرك التوفيق والنجاح.